عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبة؟ عاملين ايه؟ وحشيني. ان شاء الله هنعمل لكم النهاردة، مش ناسيين ست الكل، هنعمل النهاردة للمطبخ بتاعها الرول بتاع المناديل بتاع ايه المطبخ، رول اللي هو يشيل المناديل دي. اول حاجة معانا الصغنطين بتاع المناديل دي، ودي ايه هنستخدم، دي بتاعت ورق الومنيوم، كان ملفوف عليها ورق الومنيوم دي، ودي الصوانات كمبيوتر، ومعانا هنا ايه كرتون. الصوانتين الكمبيوتر دي هتبقى القاعدة من تحت، ودي هتبقى الطرف من فوق. فانا جبت الكرتون ومشيت بالقلم الجاف على ايه، عشان اعمل اتنين زيهم بالظبط اهي، هنا اهو. هقول لكم ليه. ماشي، نبدا دلوقتي ونقوم ايه نقص الكرتون. هبدا بالراحه كده واقص ايه الدايرتين الكرتون. انا قصيتهم يا حبيبي اهو، القطعتين الكرتون على قد الاتنين دول. ماشي، هاجي بعد كده. انا عملت حتى دي، طبعت دي هنا كده، عملتها عشان اعرف المركز بتاعها، عشان اشوف المساحة دي اهي بالظبط، احاول اوسطنها، واقوم عاملاها ايه بالقلم، عشان ايه دي كمان هتتخرب. هعمل هنا اظبطها، عشان اصلا انا هقصها اصغر، وانا بقص لازم اقصها اصغر من المساحة اللي انا عاملاها بالقلم. ليه؟ عشان ما توسعش معايا، لان هي لو وسعت معايا ممكن ايه البتاع ايه تبوظ. لازم تبقى صغيرة شوية اوسعها، احسن ما ايه تبقى ضيقة واوسعها، احسن ما تبقى واسعة والكرتونة تبوظ وارجع ايه اقعد اعمل تاني اهو. ماشي يا حبيبي، هجي انا كده بالقطر واحاول ايه اخرم دي كده بالراحه كده، وايه الجزء ده هم النص، ابدا ايه اشيل في دي والتاني، كرتونه دي والتاني كده. عملت دايره هنا ودايره هنا، هاجي بقى واقوم لازقه دي. طبعا هقيس الطول الاول، هشوف طول الروله دي والزياده. طبعا دي انا هعمل دي، انا هلزق دي كده ماشي، واقوم جايبه دي ايه دي كده، ودي طبعا هتدخل، هدخلها لغايه هنا كده ماشي، واقوم او هعمل دي الاول، ايوه الزقها، واقوم مدخله دي جواها كده. اعملها هنا عشان تجي في الصوره. هنلزق دي هنا ماشي اوكي، بعد كده هنقوم جايبين دي ومنزلينها فيها لغايه هنا. وهعمل ايه هجيب الوقت كرتون واعمل لدي جوانب، يعني معناها ان دي هتبقى كده، دي كده، دي كده هتبقى كده، وايه وفي الجوانب هنا هيبقى كرتون، ودي هتدخل هنا. الكلام ده هيحصل من الطرف ده والطرف التاني. يلا دينا معاكم وهتشوف هنعمل ايه. بعد كده انا جيت بالمسطره وخدت 2 سنتي العرض، العرض 2 سنتي، وعملت شريط طويل. الشريط الطويل ده ليه بقى؟ عشان الشريط ده هو هيعمل لي العرض والسمك بتاع ايه الاسطوانه اللي عندي اللي تحت اهو. هاخدها داير ما يدور واشوف المساحه قد ايه علشان ايه اقصها اهي بالتقريب لغايه هنا. ممكن اقص بزياده، وهقص واحده زيها كمان على اساس ان هم ايه يبقوا في الدايرتين اللي فوق والدايرتين اللي تحت بكده اهو. شرطين، واحد هيتلف على الاسطوانه اللي تحت والتاني على الاسطوانه اللي هتبقى ايه فوق. ماشي كده، احنا هنجيب الفوم سواء
تبع ما تحبه. اللي عاوز يعمله مثلا في اللي يعمله بالجليتر اللي هو بالمعدة، وممكن بالسادة عادي يا دادة، يعني تبع المتاح ليكم. بعد كده جبت الدايرتين دول ورحت عاملة الدايرتين دول على الايه، على الفوم اهو، محددة الدايرة اللي بره ودايرة اللي جوه عشان نفرغ اللي جوه ونعمل اللي بره ونلزقهم ايه عليهم. بعد كده هقوم جاي ايه، طبعا اقص الداير، انا قصيت اللي جوه اقص الداير، وكمان هقص واحده على الاسطوانه دي، هقول لكم ليه. يعني الاثنين دول والاسطوانه اللي هي ايه بره، خليكم معايا خطوه بخطوه علشان ايه تفهموا. هي حاجه سهله جدا 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 والطريقه بسيطه، بس ايه عاوز ايه تركيز. بس هقصها، بعد كده هقوم لازق الايه دول على ايه، على الدوائر اهم اتنين اهم زي ما انتوا عارفين اللي هو باللزق من ورا، شدها نظبطها عليها ونقوم ايه لازقينها اهو. ماشي يا حبايبي اهو. هقول لكم بقى هنعمل ايه. انا سبت دي ليه؟ لان دي كده كده هتبقى تحت وهتتغطى. ماشي، هنيجي احنا بقى الاول هنقيس ايه دول برضو، هيتغطى كله، هيتغطى بالفوم، ودي كمان هتتغطى بالفوم، بس انا عاوزه المساحه الاول اللي انا هشوفها. يعني مثلا انا عاوزه دي، وهنشوف المساحه دي 2 سنتي مثلا كده، والتانيه فوقيها، وطبعا مبكره المناديل هيتقاس المسافه بتاعتها. ماشي ماشي الكلام. وبعد كده دي هتبقى فوقيها، والطبقة التانية هنقص من دي ايه حتة، انا بعرفها عشان احنا هنقص ايه حتة منها، طبعا مش هتبقى ايه بالطول ده. ماشي حبايبي. بعد كده زي ما انتوا شايفين اهي، شايفين سيقي قصتها من هنا وهنقص من هنا، ولسه ايه هتظبط برضو لسه ايه، اما نشوف. شايفين انا سبت مساحة حوالي ايه هنا اهو، حوالي 2 سنتي اهي. هقوم انا لازقه دي كده ودي كده، واقوم انا لف ايه دي دلوقتي، هغلفها دلوقتي فوق واقوم لفاها عليهم. بعد كده اهم اللي هما الجوانب بتوع الدواير، ودي كمان هلفها واقيس واشوف قد ايه عشان ايه الزقها على الايه على الفوق. ماشي يا حبيبي، هنقص اهي يا حبيبي، عملناها اهي بالفوم ودخلتها في الجزء اللي تحت. هبدا ان انا ايه احط هنا ايه الشمع اهو، ده الجزء اللي هو تحت، احط الشمع. ماشي، واقوم جايه برضو هنا اهو شمع اهي، حط على الجزء ده كمان ايه شامع عشان ايه، حطيت هنا شامع اهو عشان نظبط دي على دي اهي. اسيبها تنشف تلزق شوية عشان اوصل اهو، محطش رجل هنا. بعد كده هقوم جاي احط هنا شامع وهنا برضو شامع اهو، او احط على الكرتون اللي هو متغلف ده، وابدا ايه بالراحه كده اللي انا ايه الفها عليها كده اهو بالراحه عشان لسه ما نشبتش، جزء بجزء الفها ايه عليها داير معدول اهي، لزقتها وعملتها اهي كلها. ماشي، الجزء بتاع الكرتون باين من هنا. ماشي، انا عاوزاه يبقى برضو يتغطى في نفس الوقت، يدي ايه لون تاني. فهقص حوالي نص سنتي ياخد اللي هو ايه، يعني ايه بالنظر كده ياخد اللي هو ايه الدوران بتاع ايه، هلفه هنا كده من هيدي لون،
ومين هيغطي على ايه؟ على ال على على ال على الكرتون. ماشي يا حبيبي، اهي اهو لزقت جزء واكمل اهو بالدوران. مرها كده مين هيغطي على الكرتون، ومين ده هيدي شكل حلو برضو، بدل ما تبقى الجزء اللي تحت لون واحد يبقى ايه لونين. الشمع سخنة. ماشي يا حبايبي اهي. بعد كده لسه الشمع اهي. بعد كده بقوم جاية ومحطره له المناديل، مناديل المطبخ بنقوم حاطينها اهي. ماشي. الجزء اللي فوق ده انا هقول لكم هيتعمل ازاي. ده دول هيتلزقوا ببعض زي دي كده، بس مش هلزقهم في الماسوره. ليه بقى في البتاع دي؟ ليه بقى؟ لان انا اما عاوزه اخلص البقره دي، ما عاوزه اخلص المناديل وعاوزه اغيرها، اقوم شايله ان دي شايله دي من فوق، واقوم حط واقوم شايله البقره واقوم حط ايه بقره ايه غيرها، بحيث ان انا مش هتخلص المناديل اقوم راميه دي، لا بحيث ان انا استعملها ايه تاني. فاقوم عامله ايه يا حبايبي بقى؟ هقول لكم دلوقتي. هقوم جايه دي واقوم جايه اهو، حط دي في جنب لسه بتنشف الشمع، مش عارفه تعمله كده. المهم دي اهي يا حبايبي، هنزل دي كده المره دي اهو، شايفين معايا اهو ده كده، هنزل دي الجواهي. بسم الله بسم الله على كل شيء. طبعا ده مش هتلزق هنا زي ما انا قلت، عشان دي ايه هتفضل ايه، ده هتفضل نغير منها نشيل ونحط ايه من مناديل لمناديل تانية، يعني تخلص نقوم شايلين دي كأنها ايه كأنها غطا كده، بنفتح ونبدل ونحط تاني. ماشي يا حبيبي. هنقوم احنا عاملين دي كده اهي، ونظبط عليه اهي، نحاول نظبط عشان في حاجات هنا ايه كمان، حاطط قصقص هنا كده نظبطها، قصقصها نظبطها كده زي ما عملت هنا. برضو عاوز اعمل ايه الكرتون اللي هنا، هغطيها نص سنتي برضو بالتقريب كده، وامشي عليها غير ما يدور، وايه اغطي ايه الكرتون اهو. كملها للاخر. بعد كده اقوم مدخله دي من هنا. ماشي. هدخلها فيها بس لا هلزق ولا حاجه، بحيث ان انا ايه هنشيل الشمع، بحيث ان انا ما عاوز اغيرها اغيرها. بكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. الفكرة قدامكم اهي، سواء كده ممكن تحط كده وشات او نوقفه عادي خالص. ماشي يا حبايبي. بكده نكون وصلنا لنهاية الفكرة بتاعتنا. من خامات موجودة عندنا في البيت، كرتون بتاع صوانات كمبيوتر، ما كلفناش اي حاجة، حاجات موجودة. حتى الفوم كان موجود، الا حتى اللي ما عندوش، حتى اللي ما عندوش فوم ممكن يعملها بكرتون، بس تبع الامكانيات المتاحه، ولا نشتري ولا حاجه، ولا نكلف نفسنا وحاجتنا من البيت. واذا عجبكم الفيديو ده شمع اللي انا بشيله ده شمع، لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان حتى يوصلكم كل جديد. و
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتوني يا حبايبي، مع السلامة.